بدي قبل لا تكمل الحديث. وليد الله يسعدك، في كلام بقوله لازم تكونوا موجودين كلكم. اي والله اي والله كيدك. خلاص روح انت يا وليد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تقبل الله طاعتكم جميعا. بدايه عندي كلمتين باختصار شديد. الكلمه الاولى، احنا عشنا الان طوال 74 يوم، قد منا من سمع كلمه ضيقت صدره، قد منا من راى رده فعل او فعل قاعد يفكر فيه وضاق صدره منه. حتى في حياتك الخارجيه من يسمعنا ويشاهدنا، احيانا يكون في عملك، في صداقاتك، في روتينك اليومي، قد يحدث لك شيء يقلب مزاجك كله. ممتاز، هذا شيء طبيعي في الحياه، لكن ما الواجب علينا فعله؟ هنا السؤال. ليست المشكله في المشكله، المشكله الحقيقيه حينما لا نضع حل لهذه المشاكل. يقول الله تعالى: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. لانه من الطبيعي انه يضيق صدري اذا سمعت كلمه من شخص معين فيني انا، طبيعي جدا الانسان يؤثر ويتاثر. الله وش يقول؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا الامر الاول. الامر الثاني كي لا اطيل، هم من الاول صراحه انه وقف الام بمكه. من ميزه الصدقه سبحان الله في كل شيء في الحياه هذه، اذا انت اعطيت انت تعطي فقط. يعني لو انا معي هديه واعطيتها عبد الرحمن ابراهيم النجاشي فانا اعطيه فقط، انا ما اخذت منه. لما يكون معي مبلغ وقدره اهديه، عفوا اعطيه شخص معين لغرض ما، فانا في هذا الامر اعطي. ممتاز، الا الصدقه، فحينما انت تعطي نيه عبد الرحمن فانت تعطي عنه وعنك، وهذه ميزه من ميز الصدقه. اسال الله جل في علاه ان يجعل كل من انفق ريال ان يكون له شفيعا يوم القيامه. يا رب يا كريم، يفرحنا الله في اكتمال هذا الوقف، وباذن الله يفرحني خصوصا انا برضه انا وزملائي باكتمال 2000 سهم. شكرا لكم جميعا، الله يجزاكم خير. من أمثالك.